مساء الخير، هذه نشرة الثامنة أقدمها لكم عبر قناة سما الفضائية. أبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يتلقى رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تحصبا من تنفيذ عمليات تحاكي عملية أريال، جيش الاحتلال يرفع تأهب قواته في الضفة الغربية. وارسو تتراجع عن اتهاماتها لموسكو بقصفها، والدفاع الروسية تؤكد بالأدلة أنها صواريخ أوكرانية. استقبل الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له، وسلم الوزير العماني الرئيس الأسد رسالة من جلالة السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وبحث الرئيس الأسد مع الوزير بوسعيدي التعاون الثنائي المتنامي بين سوريا وعمان في المجالات كافة، وأكد الرئيس الأسد أن الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها، معتبرا أن ما يميز سلطنة عمان هو مبدئية وتوازن سياساتها ووضوح وشفافية مواقفها مع حفاظها على الهوية والانتماء العربيين. من جانبه أكد الوزير البوسعيدي أن سوريا دولة محورية في المنطقة، وأن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون العماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وفي بيان وفد الجمهورية العربية السورية خلال قمة التغيير المناخي المنعقدة في كوب 27 في شرم الشيخ بمصر، أوضح مخلوف أن سوريا تأثرت بالتغيرات المناخية كغيرها من الدول. تحتاج سوريا في المرحلة القادمة إلى دعم دولي لتجاوز الوضع البيئي المتدهور، كي تستطيع مع دول العالم مواجهة تحدي التغير المناخي. فمواجهة هذا التحدي تتطلب إجراءات عدة، منها العمل والتعاضد ما بين الدول المتقدمة والنامية، وإيفاء الدول المتقدمة لتعهداتها والتزاماتها المالية في القمم السابقة للمناخ، وزيادة قدرة الدول النامية كافة على تسهيل وصول الموارد المتاحة دون تمييز لأي اعتبارات أخرى، ودعم الدول التي تعاني من الإرهاب والاحتلال، العمل سويا لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الشعوب لما له من أثر في دعم برامج التكيف والتخفيف من آثار المناخ، نقل وتوطين التكنولوجيا الأنظف للدول النامية كافة دون استثناء، إيقاف الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سوريا التي ساهمت في التدهور البيئي وقدرة سوريا على مكافحة تغيرات المناخ، وكذلك إيقاف مبدأ العقوبات الجماعية على الشعوب والدول كافة. اعترض أهالي قرية البولادية بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 6 عربات حاول الدخول إلى قريتهم وطردوه من المنطقة. وفي 8 من الشهر الجاري اعترض حاجز للجيش رتل عربات لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية قبور الغراجنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة، كما طردوه أيضا من المنطقة. ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع من مخلفات داعش الإرهابي في حي طريق السد بمدينة درعا. تم بالأمس انتهاء العملية الأمنية التي تم تنفيذها في حي طريق السد، والتي تمت بالتعاون مع العناصر الأمنية والمجموعات المحلية والأهلية في محافظة درعا. خلال سير العملية قمنا بضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة كانت ضمن مستودعات تنظيم ومقرات تنظيم داعش الإرهابي.
والذي كان متحصرا ضمن الحي وتضم الأسلحة التي تم ضبطها رشاشات بي كي سي ورشاشات ريبيكي وقناصات غربية الصنع وقوازف ار بي جي وذخيرة صواريخ غربية الصنع وقذائف هاون وقذائف ار بي جي وذخيرة بأنواع. كما تم خلال العملية القضاء على العشرات من إرهابي تنظيم داعش الإرهابي وفرار الآخرين خارج المنطقة، وسيتم العمل على إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي بشكل عشوائي ضمن مقراتهم وبين منازل المواطنين. وكما تم الضبط خلال العملية على 4 سيارات كانت مفخخة ومزودة بكميات كبيرة من المتفجرات وبهدف استهداف مواقع هامة في مدينة درعا. وتتابع القوى الأمنية جهودها بشكل مكثف لإنهاء تنظيم داعش الإرهابي ضمن مناطق درعا. تستمر في مدينة المعارض في حي الوعر بمدينة حمص عملية التسوية للعسكريين والمدنيين الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمقيمين خارج سوريا وداخلها. نشكره على هالمكرمة، وهو مجدد عليه المكرمة، هو أبو المكارم، هو أبو الأخلاق، هو أبو الشغلات الحلوة الزينة. كله بيرجع على سوريا وكله آمن، وبنعمل له مصالحة، شو اسمه، بنعمل له تسويات وبيرجعوا على بلدهم مين من كان يكون. نعلنها صرخة قوية في وجه كل من يقف في طريق النصر والعزة، الولاء والوفاء لسيد الوطن، لهذه المكرمة والمكرمات التي قدمها لهذا الوطن والتضحيات، حكيم الأمة، قائد الوطن. مرسوم كويس، والله يشكر سيد الرئيس على المرسوم، التسوية العامة هاي والشاملة وكويس، والحمد لله والأمور بخير والتسوية الأمور ماشية يعني. سوريا متعافية والحمد لله، ونترجى من الشعب السوري اللي برا واللي جوا يجي على سوريا، الأم سوريا. تعامل جيد جدا، الأمور تمام. زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفينة نفط إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان. وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن طائرة مسيرة مسلحة هاجمت الناقلة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وترفع علم ليبيريا. بالمقابل قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكنز إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له سفينة في خليج عمان. أفادت مصادر فلسطينية أن مقاومين استهدفوا مستوطنة شاكيد غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص. العملية جاءت في وقت أصدر فيه جيش الاحتلال أوامر لفرقة الضفة الغربية العسكرية برفع حالة التأهب خلال الساعات 72 القادمة، تحسبا من تنفيذ عمليات تحاكي عملية أريال. وصباح اليوم هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات الفلسطينيين بالحجارة في منطقتي نابلس والخليل وعلى الطريق الواصلة بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعض تلك المركبات. قال الأمين العام لحلف الناتو إنه لا تأكيدات على أن إطلاق الصواريخ على بولندا كان متعمدا ولا على أن روسيا تنفذ أعمالا ضد الناتو. وفيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عدم التسرع في توجيه الاتهامات، قال الرئيس البولندي إنه لا توجد لدى وارسو معطيات تشير إلى أن سقوط الصاروخ كان هجوما متعمدا، مرجحا أن يكون الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني. على وقع الحرب الروسية الأوكرانية تتواتر الأحداث التي تجعل العالم يحبس أنفاسه مع كل مستجد من شأنه التصعيد وإشعال حرب عالمية تكاد تكون وشيكة، لولا أن محركها الرئيس واشنطن يدعو أتباعه للتمهل، كما لو أنه اكتفى بهذا القدر من الضربات الموجعة وفهم الرسالة. صاروخان طائشان فوق إحدى القرى البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية يسفران عن مقتل شخصين بولنديين، لتتصاعد المخاوف والتقديرات من قرب صدام غربي روسي.
بولندا عضو الناتو والتي تتحدث التقارير الروسية الإعلامية والعسكرية عن تورطها في الحرب وإرسال وحدات من جيشها بصيغة متطوعين إلى أوكرانيا، تخشى ما تخشاه أن يطالها الانتقام الروسي، إلا أنها وبرغم اتهامات أوكرانيا وعدد من حكومات أوروبا الشرقية لروسيا بذلك، تعمل بنصيحة واشنطن وتتحلى بالتريث السياسي قبل إطلاق الأحكام. لا يوجد لدينا دليل دامغ على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية، لكنه على الأرجح روسي الصنع. لعل الساحة البولندية هي الساحة التي فضحت الخوف الأمريكي والغربي، فالتردد باتهام موسكو دليل واضح على أن التصريحات السابقة بما يخص الدعم الأوكراني مجرد ضجيج لا أكثر، موقف لم تألفه السياسة من الدول المهيمنة، لكن توقيته لا يدع مجالا للتهور والتصعيد. الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية. تصريحات واتهامات بعضها مبطن اكتفى بالتلميح إلى منشأ الصاروخ، لكن الإصبع الأمريكية حسمت الموقف، فالصاروخ أوكراني. وسط كل هذا الضجيج، وزارة الدفاع الروسية تنفي علاقتها بإطلاق الصاروخين أو تنفيذ أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، ليبقى الخبر اليقين كما هو مفترض عند الناتو الذي تراقب طائراته أجواء أوكرانيا بانتظام منذ بداية العملية العسكرية الروسية. أعلنت الدفاع الروسية أن جميع الضربات التي وجهتها ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية البولندية، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد صور الحطام في قرية بشيفودوف البولندية، وتبين أنها أجزاء من نظام S-300 التابع لأوكرانيا. وفي ملخصها اليوم، كشفت الوزارة عن مقتل وإصابة أكثر من 400 جندي أوكراني وإسقاط مروحية من طراز Mi-8 بمنطقة زابوروجيا وثلاث مسيرات في خيرسون ودانيتسك الشعبية. الغارات التي شنها الطيران الروسي في منطقة خاركوف ولوغانسك أسفرت عن القضاء على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وتدمير 16 دبابة ومدرعة وعربة مصفحة، وعلى محور كراسنوليمانسك صدت المدفعية محاولتين لمهاجمة مواقع في ضواحي كولوميشخا في لوغانسك، ما أفقد العدو أكثر من 100 قتيل وجريح من الجنود ودبابتين وأربع مركبات مصفحة، فيما تم القضاء على أكثر من 160 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات وخمس عربات مصفحة في اتجاه دونيسك، إلى جانب تدمير قوة أوكرانية في محيط قرية ستيبنو في دونيسك الشعبية والقضاء على 65 من أفرادها وتدمير 10 من الدبابات والمدرعات. ندد البيان الختامي لقمة مجموعة 20 التي اختتمت أعمالها في جزيرة بالي في إندونيسيا بحرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على العالم. وفي حين حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من استخدام الغذاء كسلاح، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي إلى وقف الحرب وفق خطة سلام وضعتها بلاده. أجواء الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن التضخم العالمي وأمن الغذاء والطاقة هي أبرز الملفات التي خيمت على قمة جزيرة بالي الأندونيسية، قمة 20 التي افتتحت بدعوة من الرئيس الأندونيسي جوكو ويديدو إلى الوحدة والعمل الجاد لإصلاح الاقتصاد العالمي على الرغم من الخلافات العميقة بشأن الحرب انطلقت أشغالها بأهم تجمع للقادة العالميين وبغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيس الأندونيسي شدد في كلمته الافتتاحية على تجنب حرب عالمية أخرى ووجوب إنهاء الحرب في أوكرانيا. أما الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى بالي للمشاركة في أعمال القمة استبق ذلك بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وقال خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء إنه أعرب عما وصفه بمعارضته لأعمال بكين العدائية ضد تايوان. وعبر الفيديو أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي قادة مجموعة 20 المجتمعين في جزيرة بالي الأندونيسية بأن الوقت قد حان لوقف الحرب الروسية على بلاده بموجب خطة سلام أوكرانية من 10 نقاط. وقبل ساعات من اختتام أعمال اليوم الأول، كثفت الوفود المشاركة المحادثات لاعتماد صيغة موحدة للبيان الختامي، وفيما حظيت غالبية القضايا
التي بحثتها القمة بدعم الدول الأعضاء. انقسمت الوفود حول الفقرة المتعلقة بإدانة الحرب الروسية في أوكرانيا. روسيا التي تمثل حضورها بوزير خارجيتها سيركي لافروف رفضت محاولات تسييس الإعلان الختامي للقمة في مؤشر على صعوبة المفاوضات الجارية في كواليس المنتجع الأندونيسي حيث تنعقد القمة لتعرب دول مجموعة العشرين. وفق مسودة البيان الختامي عن قلقها البالغ بشأن أزمة الغذاء العالمية التي عارضت الصين تسييسها وتحويلها إلى أدوات وأسلحة، وعلى صعيد البيئة أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية تعهدت بجمع 20 مليار دولار على الأقل للمساعدة في إبعاد أندونيسيا عن استخدام الفحم والوصول إلى حياد الكربون بحلول العام 2050. أعلنت فرنسا عزمها إجراء أكبر تدريبات عسكرية عام 2023 بمشاركة 12 ألف جندي من بينهم قوات من حلف الأطلسي في النصف الأول من العام المقبل. وتركز التدريبات التي أطلق عليها اسم أوريون على خوض نزاع كبير ضد دولة أجنبية غير محددة، وبحسب ما هو مقرر سيخوض 7000 عسكري تدريبات تشمل عمليات بحرية في المتوسط بالإضافة إلى عملية برمائية وجسر جوي في جنوب فرنسا. ومن منتصف نيسان أبريل إلى مطلع أيار مايو يشارك الجنود في محاكاة لنزاع جوي وبري يتضمن نشر ما يصل إلى 12 ألف عسكري شمال فرنسا. إلى الاقتصاد مع مجموعة من أخبارها تقدمها هذه الليلة سارة. مساء الخير. مساء الخير. تفضل. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة برنامج دعم استبدال أشجار الحمضيات الهرمة بأشجار حديثة. القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 4 تريليونات ليرة في 10 أشهر. أهلا بكم. وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقديم دعم للفلاحين والمزارعين الراغبين بإعادة إعمار بساتينهم من خلال برنامج تقديم الغراس الجديدة من الحمضيات بشكل مجاني شريطة الالتزام بالشروط التي تحددها الوزارة، وبهدف مناقشة برنامج الاعتمادية لمحصول الحمضيات عقد اجتماع برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنة للتأكيد على أن الدعم سيبدأ من منح غراس مجانية لمن يرغب باستبدال أشجاره الهرمة أو المريضة، وذلك للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات ويتمتع بميزات تصديرية. هذا وبلغ إنتاج المحافظة من الحمضيات حوالي 153 ألف طن، تم تسويق 10 آلاف طن منها، فيما لا تزال عمليات التسويق مستمرة. طبعا نحن جايين على محافظة طرطوس لنتفقد الواقع القطاع الزراعي ككل، والحمضيات هي جزء باعتبار طبعا المنطقة الساحلية هي منطقة زراعية سياحية بشكل رئيسي، والمنتجات الرئيسية المعروفة هي الحمضيات والتبغ والتفاحيات والمنتجات البيوت المحمية. ونحن عمليا اليوم الحقيقة جايين نعمل لقاء مع كل الفعاليات الموجودة في المحافظة لنتفقد أول شيء موسم الحمضيات وموسم عصر الزيتون، وبنفس الوقت نعمل اجتماع مع رفاقنا وأخوتنا الفلاحين في مجال البيوت المحمية، وخاصة بأن هذا العام
تم تطبيق برنامج التأمين الزراعي. هذا أول خطوة هي عملية أي شخص بيرغب بتجديد مزارعه الهرمي نسلمه نحن الغراس مجانا وفق خارطة صنفية بما يحقق الريعية الممتازة للمزارع وبحقق الشروط المطلوبة بالنسبة للأصناف المرغوبة للتصدير. حول التسويق الحمد لله خطة الحكومة معتمدة، من 26 بلشنا كل المتطلبات المطلوبة من الوزارات المجتمعة، كل وزارة عم تقوم بمهمتها وخطة متكاملة، ولحد الآن ما في أي مشكلة بعملية التسويق، الأسعار مقبولة. بحث المهندس زهير خزيم وزير النقل مع شاهد أختر سفير جمهورية باكستان لدى دمشق العلاقات الثنائية في قطاعات النقل بين البلدين الصديقين، وتطرق الجانبان إلى أفق التعاون المشترك وخاصة في مجالات النقل الجوي وزيادة حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. من جانبه أكد السفير أختر ضرورة دعم وتعزيز العلاقات بين مؤسسات النقل وتفعيل وزيادة عدد الرحلات الجوية في المواسم التي تتطلب ذلك، كما أكد أهمية تفعيل الحركة التجارية والاقتصادية. ارتفعت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لأكثر من 4 تريليونات ليرة سورية في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، محققة نسبة زيادة 36% عن نهاية العام الماضي. كما ارتفعت أحجام التداول منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي بنسبة 63% وقيم التداول بنسبة 178% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وحسب أرقام البورصة، ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX في نهاية الشهر الماضي إلى ما يزيد عن 24 نقطة، في حين بلغ مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX قيمة 3.328 نقطة، أي أغلق مرتفعا بحوالي 1.386 نقطة عن نهاية عام 2021. كشف المصرف التجاري عن وجود دراسة لمنح قروض لقطاع الدواجن بقيمة 50 مليار ليرة، علما أن الحاجة التمويلية للمربي الواحد لا تتجاوز 100 مليون كحد أقصى، ما يسهم في تحسن القطاع في البلد على نحو كبير. وبيّن المصرف أن الدعم يعتبر جيدا على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك هناك دعم على مستوى القروض الشخصية، كما يوجد أيضا صندوق المعونة الاجتماعية الذي وقع اتفاقات مع أكثر من بنك، إضافة إلى وجود صندوق الطاقات المتجددة وهو قيد الإقلاع. إلى ذلك، بيّن فرع حلب للمصرف الزراعي أنه تم منح 13 قرضا للطاقة البديلة هذا العام، بينما لا يزال 23 قرضا قيد التنفيذ. ولفت المصرف إلى مواصلة منح قروض الطاقة البديلة التي أثمرت نتائجها بشكل إيجابي على المزارعين وخففت من نفقات الإنتاج. كما بيّن المصرف أن قروض الطاقة البديلة من القروض طويلة الأجل، وحجم الفائدة يبلغ 16% فقط من قيمة القرض. انخفضت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بنسبة 3%، وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 1300 دولار لكل 1000 متر مكعب. ويأتي الانخفاض بعد ارتفاع ملحوظ سجلته العقود الآجلة للغاز في البورصات الأوروبية في اليومين السابقين في ظل تراجع درجات الحرارة، الأمر الذي يعد مؤشرا على بدء موسم التدفئة. هذا وتجاوز سحب الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض في دول الاتحاد الأوروبي كميات الوقود الأزرق التي تضخ إلى المرافق. قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 41 عاما، مسجلا 11.1% في تشرين الأول أكتوبر، مع استمرار ضغط ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.7%. وعلى الرغم من إدخال خطة ضمان أسعار الطاقة الحكومية، قال مكتب
الإحصاءات الوطنية البريطانية إن أكبر المساهمات التي أدت لهذا الارتفاع جاءت من الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. ختام الاقتصادية، عودة إلى سياق النشرة مع الزميلة هنا. شكرا يا سارة. شكرا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا ترشحه لمنصب رئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة لعام 2024. من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة. لدينا رئيس يستسلم للنوم في اللقاءات الدولية ويقودنا إلى شفا حرب نووية، وهو أمر غير مسبوق. من مقر إقامته في ولاية فلوريدا يعلن ترشحه لمنصب رئاسة أمريكا، معركة تلو الأخرى يقودها الجمهوري ترامب ضد خصومه الديمقراطيين وعلى رأسهم جو بايدن. منذ أن حسمت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح بايدن، تحولت قضية التزوير التي بناها ترامب بسبب تقارب النتائج الانتخابية بينه وبين بايدن في 6 ولايات من نظرية مؤامرة إلى حملة سياسية طويلة الأمد، بل أيديولوجيا لأنصاره تحت مسمى الكذبة الكبيرة، والمقصود بها الانتخابات الأمريكية المزورة والمسروقة منه ليهاجم أنصاره مبنى الكونغرس ويقتحموه احتجاجا على التزوير وفق منطقهم. جملة من الاتهامات وجهها ترامب لبايدن، وهي تدمير الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم ونفاد المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، واصفا إياه بوجه الإخفاق للولايات المتحدة، ومؤكدا أن أمريكا لا تستطيع تحمله 4 سنوات أخرى من حكمه. ترامب يعمل على تشكيل حملة مشابهة لحملته في العام 2016 بدلا من الاعتماد على نفوذ حملة عام 2020 الأكثر نسبيا والتي فشلت في تحقيق النصر، إذ سيقود 3 من الجمهوريين القدامى حملة ترامب لعام 2024 بعد انقضاء الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، ليتم اقتسام السيطرة عليه مناصفة بين الديمقراطيين الذين سيطروا على مجلس الشيوخ والجمهوريين الذين سيطروا على مجلس النواب. تبدأ معركة جديدة للانتخابات الرئاسية يقودها شخصان بعيدان عن آمال الناخبين، بين الرئيس النائم على المنابر بايدن وبين ترامب الخارجي عن المألوف، المتهور والمجازف، البعيد عن النموذج التقليدي الذي ألفه الأمريكيون. عضة الصقيع هي إصابة في مكان يتجمد فيه جزء من الجسم ويموت النسيج المتجمد ولا يستطيع العودة إلى الحياة، كما يمكن أن يسبب البرد ضررا في النسيج من دون أن يجمده أيضا. يسمى هذا الضرر بالإصابة غير المجمدة للنسيج. عضة الصقيع هي الإصابة التي تنتج عن تعرض أجزاء من الجسم لدرجات الحرارة المنخفضة الشديدة، حيث يؤدي إلى تلف الجلد والأنسجة وفقدان الشعور وتغير لون المنطقة المتضررة، ويمكن أن تؤثر في أي جزء من أجزاء الجسم بما في ذلك الأنف والأذن والخدان والشفتان، لكن أصابع اليدين والقدمين هي الأكثر شيوعاً للضرر. ويمكن أن تتضرر الخلايا القريبة التي لم تتجمد بسبب البرد، وقد تتمكن من النجاة إذ جرت تدفئتها بسرعة، ولكن قد تبقى عرضة للموت لاحقاً. ويواجه الشخص زيادة في خطر عضة الصقيع إذا كان خارجاً في طقس بارد وكان مبتلاً، أو كان لديه ضعف في التروية الدموية بسبب السكري على سبيل المثال، أو كان يرتدي قفازات أو أحذية ضيقة جداً. يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص عضة الصقيع عن طريق تفحصه، وأحياناً تبدو عضة الصقيع مثل إصابة غير مجمدة للنسيج في البداية، ويعتمد علاج التثليج أو عضة الصقيع على شدة الأعراض، حيث قد يحتاج المصاب إلى العلاج الطبي والذي يشمل تدفئة الجلد بالماء الدافئ وليس الساخن بإشراف الطبيب، أدوية مثل المسيلات ومسكن الألم ومكافحة العدوى. وعند تضرر العظام أو العضلات يعالج باستخدام دعامة أو جبيرة،
بينما في الحالات الشديدة إجراء عملية الجراحية يكون الأنسب، وينصح عند الإصابة بعضة البرد عدم المشي على الأقدام أو الأصابع المجمدة، وعدم حك المنطقة المصابة والقيام بتدليكها بغرض تدفئتها. وفي الختام أذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الأسد يتلقى رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تحسباً من تنفيذ عمليات تحاكي عملية أريال، جيش الاحتلال يرفع تأهب قواته في الضفة الغربية. وارسو تتراجع عن اتهاماتها لموسكو بقصفها، والدفاع الروسية تؤكد بالأدلة أنها صواريخ أوكرانية. إلى اللقاء.